بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم في هذا الاستقبال الذي خصص لمحافظة الفروانية وفي ديوانها انتهز هذه المناسبة لأن نرفع المقام السامي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسيدي سمو العهد وسيدي سمو رئيس الوزراء والقيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم وفي أسمى آيات التهاني والتباريك بهذه المناسبة العزيزة الكريمة، وندعو الله العلي القدير أن يمنها إن شاء الله علينا وعلى الجميع في الكويت وفي أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات. ولا يسع أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان ووافر العرفان لكل الأخوة الأفاضل الذين تفضلوا وزارونا في ديوانهم. هذا ديوان محافظة الفروانية، ليس في ديوان المحافظة إنما ديوان كل من يرتاده وكل من يزوره وكل من يأتي عليه، وهو ديوان متعدد المناسبات ومتعدد الفعاليات، ويستخدم ويستثمر إلى كل ما يدفع ويخدم في اتجاه المحافظة بشكل خاص ودولة الكويت بشكل عام. عادة طيبة، رمضان كريم، جبلنا جميعا على أن نكون دائما متآخين متحابين، وإن شاء الله من الأفضل إلى الأحسن ومن الأعلى إلى الأعلى، ودائما الكل يعمل بيد واحدة متعاونين متآخين متحابين. ونسأل الله العلي القدير التوفيق والنجاح والسداد والدعاء لنا بأن نقوم في مهامنا وعلى خدمة من كلفنا فيهم. وشكرا جزيلة المرة أخرى لكل من تفضل وزارنا من الشيوخ والأعيان وشيوخ القبائل والوجهاء والسفراء والدبلوماسيين وكل من تفضل وزار هذا الديوان الذي يسعد ويبهج في من يرتاده على مدار السنة وعلى مدار الوقت. أهلا وسهلا، حياكم الله، ساعة مباركة، وشكرا لكم وبارك الله فيكم.